أراع كذا كل الأنام هما، وسح له رسل الملوك غما، ودانت له الدنيا فأصبح جالسا، وأيامها فيما يريد قيام. إذا زار سيف الدولة الروم غازيا، كفاها لمام لو كفاه لمام. فتى تتبع الأزمان في الناس خطوه، لكل زمان في يديه زمام. تنام لديك الرسل أمنا وغبطة، وأجفان رب الرسل ليس تنام. حذارا لمعرور الجياد فجاءة، إلى الطعن قبلا ما لهن لجام. تعطف فيه والأعنة شعرها، وتضرب فيه والصياط كلام. وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا، إذا لم يكن فوق الكرام كرام. إلى كم ترد الرسل عما أتوا له؟ كأنهم فيما وهبت ملام. فإن كنت لا تعطي الذمام طواعة، فعود الأعادي بالكريم ذمام. وإن نفوسا أممتك منيعة، وإن دماء أملتك حرام. إذا خاف ملك من مليك أجرت، وسيفك خاف والجوار تسام. لهم عنك بالبيض الخفاف تفرق، وحولك بالكتب اللطاف زحام. تغر حلاوات النفوس قلوبها، فتختار بعض العيش وهو حمام. وشر الحمامين الزؤامين عيشة، يذل الذي يختارها ويضام. فلو كان صلحا لم يكن بشفاعة، ولكنه ذل لهم وغرام. ومن لفرسان الثغور عليهم، بتبليغهم ما لا يكاد يرام. كتائب جاءوا خاضعين فأقدم، ولو لم يكونوا خاضعين لخاموا. وعزت قديما في ذراك خيوله، وعزوا وعامت في نداك وعام. على وجهك الميمون في كل غارة، صلاة توالى منهم وسلام. وكل أناس يتبعون إمامهم، وأنت لأهل المكرمات إمام. ورب جواب عن كتاب بعثته، وعنوانه للناظرين قتام. تضيق به البيداء من قبل نشره، وما فض بالبيداء عنه ختام. حروف هجاء الناس فيه ثلاثة، جواد ورمح ذابل وحسام. أخ الحرب قد أتعبتها فالهساعة، ليغمد نصل أو يحل حزام. وإن طال أعمار الرماح بهدنة، فإن الذي يعمرن عندك عام.
وما زلت تفني السمر وهي كثيرة، وتفني بهن الجيش وهو لهام. متى عاود الجالون عاودت أرضهم، وفيها رقاب للسيوف وهام. وربوا لك الأولاد حتى تصيب، وقد كعبت بنت وشب غلام. جرى معك الجارون حتى إذا انتهوا إلى الغاية القصوى، جريت وقام. فليس لشمس مذ أنرت إنارة، وليس لبدر مثتممت تمام.